مفيش اكتر من كلمة الطاقة الايجابية اللي بنسمعها ليل نهار، وكل يعني خبراء تنمية الذات والتنمية الذاتية والبشرية بيقولها لنا. بس بيقولك يعني طب ما تيجي نبسطها شوية ونقول ازاي واحد يكون عنده مصدر طاقة ايجابية لنفسه قبل اي حد. بيقولك خليك على طبيعتك، ما تلبسش اقناع ولا تتظاهر بانك شخص تاني لاي حد علشان ما حدش يستاهل. فكر انك انسان، افتكر دايما انك انسان. طبيعي تغلط على فكرة، طبيعي تفشل، طبيعي تقع في حفر وتقوم وتطلع وتنزل وتطلع، ما تتمسكش بمعايير مستحيلة. طبيعي انك تغير رأيك على فكرة مرة واثنين وثلاثة في الشيء، يعني او فكرة اصلا انت بتغير رأيك وانت من الناس اللي مش عارف ايه. انا بني ادم على فكرة، كل يوم بكتسب خبرة جديدة، فممكن اللي انا كنت مقتنع بيه شوية مش مقتنع بيه وهكذا، انا بني ادم في الاخر. يقول لك الطاقة الإيجابية إنك تتكلم مع نفسك بالنبرة الإيجابية. يعني إيه؟ يعني أنا واثق في نفسي جدا على فكرة، أنا عارف إن أنا قد المسؤولية، أنا مش بلوم نفسي ليل نهار، أنا مش بقلل من نفسي ليل نهار. حتى ما تقللش من نفسك ولو من باب الهزار، وإنتوا قاعدين في قعدة هزار كده وتقلل من نفسك، الناس هتتعود إنها تقلل منك بسبب إن حضرتك بتقلل من نفسك، ولا عش ولا كان اللي يقلل منك على فكرة. ما تاخدش كل الامور بمحمل شخصي، ما تسمحش للحاجات اللي ملهاش علاقه بيك تاثر عليك ولا على شعورك بقيمتك الشخصيه. ابتسم للناس، حسسهم انك مرحب بيهم وحابب تتعرف عليهم. لغه الجسد في التواصل مهمه جدا، فكره انك تهز دماغك وانت بتسمع حد يعني بيبقى فيه تفاعل، يحس انك شخص منتبه ليه. كمان ما تسمحش لوجود العلاقات السامة، العلاقات اللي بتستهلكك، العلاقات اللي بتاخد منك بس، العلاقات اللي بتحسسك بعدم الأمان، إن العلاقات دي تبقى موجودة على طول. أرجوك حط كده على طول حدود لهذه العلاقات. اضحك، استمتع بيومك، حتى لو الحاجة بيقولك ايه يا عم شغل التفاهة والعيال الصغيرة دي، يا عم أنا تافه، يا عم أنا بحب الحاجات دي، يا عم أنا مبسوط كده. وانت مش مطالب على فكرة حتى دي كمان انك تبررها. صاحبي اهتم بنفسك انت رقم واحد علشان تعرف تهتم بغيرك بعد كده. كمان حس بالامتنان بكل حاجة عندك، كل حاجة ربنا مديها لنا حلوة جميلة، كل نجاح بتحققه مهما كان صغير هو ده نجاح، اسمه نجاح، لازم نديله اسمه الحقيقي. علاقاتك القوية مع الناس مهمة جدا، ما تخليش علاقاتك بالناس بتاع يعني واقف على اصل دول شيك، دول مش عارف ايه، دول لما ابقى في وسطهم هبقى، مش هتبقى شكلك ولا انت هتبقى مع الناس اللي حاسس انك في وسطهم انت. الطاقة الايجابية انك ما تسمحش لاي تجربة فاتت سلبية او حاجة غلط عملتها انها تفضل تنغص عليك حياتك، وتفضل تقول لنفسك دايما انا بني ادم، انا من حقي اغلط وبتعلم وهتعلم.